مفاجأة سارة للمستفيدين من تكافل الكرامة بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم التعليمية مستر مانويل. أتمنى في البداية لو مكنتش مشترك تشترك معايا في القناة، ولو مشترك دوس لايك وفعل الجرس على كلمة كل عشان يوصلك كل الأخبار التعليمية والخدمية اللي بقدمها على القناة. طبعا صدر بيان من وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة عيد الفطر المبارك. وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت الدكتورة نيفين القباج بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي تكافل الكرامة عن شهر مايو عن موعده المحدد. طبعا انتوا عارفين ان كان بيبقى في نهاية الشهر، لكن وجهت ان بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك هيبدأ صرف المساعدات برنامج الدعم النقدي كرام عن شهر مايو. المستفيدين من البرنامج هيبقى يوم الحد اللي هو 9 مايو، وهيكون على برامج ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وطبعا ده هيفيد برنامج تكافل الكرامة، انت عارفين بيفيد 1,260,000 مستفيد، ويستمر الصرف لهم من اليوم الحد حتى التلات، يعني من يوم الحد حتى التلات. وكمان برنامج تكافل هيفيد 2,109,000 أسرة اعتبارا من يوم الاثنين، يعني يوم الحد هيبقى برنامج تكافل، ويوم الاثنين هيبقى كرامة، ويوم الثلاث هيبقى الاثنين مع بعض. وطبعا ما تنسوش وانتوا رايحين في هيئات البريد لمتابعة الصرف، ده وجهت ليه برضو الحكومة ان هيتم الصرف زي ما قلت من مكاتب البريد، بس لازم لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالاجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان. يعني لازم تكون كمامتك، ولازم بقدر الامكان تكون مراعي الاجراءات الاحترازية اللي هي موجودة. طبعا دي خبر حلو خالص ان هو الناس تقبض الحاجات بتاعتها قبل العيد. انتوا عارفين ان بيبقى في احتياج قبل العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وما يكونش في احتياج لكل اهلنا وشعب مصر. وتابع معايا على القناة، انا بتابع كل الاخبار اللي تخص تكافل الكرامة والاسكال الاجتماعي، طبعا بالاضافة للاخبار التعليمية والكورسات الانجليزية اللي بقدمها. يا رب دايما موفقين في حياتكم.